ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك وفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى النبي جميعا عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا، بس انتوا اكيد عذرنا وعارفين الظروف اللي احنا مرينا بيها، فما نتأخرش عليكم الا مش شديد القوي. بس قبل ما ابدأ الفيديو معلش يا حن كده جيبي التليفون على علي شويه. قبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم يا ريت كلكم تدعوا لجد بالرحمه، بس يا ريت كلكم بالله عليكم تدعوا لبابا بالرحمه وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب ويصبر قلوبنا. بس كده بص النهارده يا جماعه احنا غدا عادي، علي طبعا جاب لنا اكل جاهز. معانا ايه؟ معانا كفته مشويه وفراخ، ومعانا محشي وفراخ مشويه وحواوشي. تمام ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتونا. طبعا ده حواوشي متقطع اول مره اشوفه. فاحنا بقى هنبدا كده، احنا هنعمله غدا يا جماعه مش تحدي، التحديات هترجع بس استحملونا شويه، ويا ريت تشجعونا بقى باللايك وتتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره. ويلا محمد كل عيش وطحينه، ما تاكلش حاجه تاني. ايه انت عايز تاكل؟ طبعا عليكم كده تدعوا الحاج احمد بالرحمه. جيب لك ايه؟ او جيب لك كفته. كفته الله يا شيخ. بابا وحشتونا يا جماعه والله، بس ربنا اللي يعلم الشديد القوي هو اللي منعنا عنكم والله بجد. جايين بقى نزعلهم بقى، لازم نفك الحبل. احنا لازم نفك ونضحك. لك حته كوسه. انا بص احنا هنفك الطبقه لما اعمل تحدي انا وامك واكسبها وامك بقى عجوز جامد. خلاص قربنا اهو. معلش يا جماعه النهارده كده استحملونا، بس احنا حبينا انتوا قلتوا اطلعوا طمنونا عليكم وعمالين تقولوا لي كانش ينفع اتاخر عليكم اكتر من كده. وخلاص يعني قرب نطلع لكم. تليفون البيت زي ما انتم متعودين. محمد فراخ ياسر استاذ محمد لازم ايه؟ يعطلنا. والحواوشي مش وحش. انت جربته؟ لسه ما ذقتوش. انا لسه كل واحد ليه نصين. صدق انا نسيت طيب المحشي عليه؟ ما عايز اقول بس مش عايز. حلو. الحوش على الفحم يا جماعة. معلش اعذرونا بقى ايه؟ هنرجع لتحدياتنا ان شاء الله. بإذن الله. وهكتب لكم الراجل ده كتير. ايوه كده شوشو رجعوا كتك التحديات. حاولي عايزين الدنيا بقى في الفيديو ده تكسر الدنيا عشان شوشو. انا مش عارف ايه حكاية البيستي معايا ترجع لطبيعتها. كل بعد كده نغير. اه
طبعا محشي البيك شكل تاني يا جماعه. طبعا نحشي البيتو بس. حد يقدر يا ماما يعمل؟ واحنا بنحطه بيقول لي في شيء في جيب محشي من بره. ايوه انا معاه بصراحه بجد والله. عايز تقول لي شيف براك ولا شيف ايه ولا مطاعم ايه؟ الشيف كله اهو. متاكد؟ طبعا. بس الشيف بتاعنا ياخد ايه اجازه؟ الله يكون في عونها بصراحه. انتوا اللي شجعتونا اطلع معاكم يا جماعه وبيكوا كل حاجه هترجع زي الاول والله. مفيش حاجه هترجع زي الاول لان اللي راح ما بيرجعش. حاسه ان الدنيا فضيت، حاسه ان في كسره، حاسه ان في ال بني ادم عايش بس قلبي من جوه حاسه انه بيعيط. ربنا يرحمه. بالله عليكم يا جماعه تدعوا له كتير. ممكن تقربي الطبق؟ ده لحمة. كفتة لحمة. لحمة؟ عايز كفتة؟ لا مش عايز خلاص بقى. لا دي لحمة. أنا باكل فراخ لحمة. مش عايز اقول لكم على طيبته وحنيته بجد يعني الواحد حزين حزين حزين. اللحمة ناقصة ملح خالص. والمحشي اخباره ايه؟ معقول. طيب كده هو الاكل حلو يا جماعه بس مش احلى حاجه. الفراخ حلو. محدش يجيب محشي من بره بصراحه. اللحمه المشويه ناقصه ملح. ما دوقتهاش. الكفته معقوله والفراخ معقول. صح. مستني في شيء يا بنتي. ليش تقولي لي؟ انت كنت الفراخ وبتاكلهم. كوسه مكسره. بيعرف شوشو بيعرف ان هي بتموت في المحشي عشان كده علي جاب محشي. هنا ايه مش بحب المحشي ده انا بدمي المحشي. طب كل ليه محشي بره؟ نو نو جايز. بالانجليزي كده. عايزه اقول لكم محمد اللي قاعد يقول لي عايزين نصور نسمع كلام الناس لان انا بصوا كتير كتير عمالين يقولوا له اطلعي على الواتس والتليفونات و انا شجعتها اصلا. فربنا يخليكوا ليا يا رب. واحد عنده 8 سنين يقنعوه.
احنا بنصور. تصدق نسيت عمال يغمز لي بقول ماله ده بايده كده في الاخر زي قال لنا احنا بنصور. طب شيل عني شويه مش ليه هاخد الكلام كله. الكسره يا جماعه اللي جوايا ما ينفعش اقولها لحدش يحس بيها. ربنا يخلي لكل حد باباه ومامته، واكيد اللي يحس بيا اللي فقد بابا زي كده ربنا يرحمهم يا رب ويصبر قلوبنا. بصوا يا جماعه احنا كنا حابين نطلع معاكم الفيديو ده نطمنكم علينا زي ما انتم طلبتوا ونكسر الحاجز ونحاول نطلع زي الاول، فاستحملوني بالله عليكم ويا ريت تشوفوا الفيديو من اول لاخره وتحطوا لايك، واهم من اي حاجه ومن كل حاجه بالله عليكم تدعوا له بالرحمه والمغفره ويصبر قلوبنا، لان احنا تعبانين جدا بجد والله تعبانين جدا. ادعوا لنا ادعوا لنا ادعوا لنا وادعوا له بالرحمه يا رب يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويديله على قد طيبته. انا هبقى احكي لكم عنه كتير بس اما اقدر اتكلم. هو كان حد طيب بجد يعني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. بس كده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي, باي.